عليكم دم الشهيد بصوت عالي. خطف الأحرار باطل، خطف الأحرار باطل، قمع الثوار 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 باطل، خطف الأحرار باطل، خطف الأحرار باطل. الحرية الحرية إلو مهاوي الحرية، الحرية الاحزاب باقتنا، يعني هسه الاحزاب شو تسوي؟ نمبوكينا الظاهر يا شعب لا تقولش علي وباسم الدين باقونا الحرامية باقونا يخطفون الظاهر يا شعب لا تقولش علي وباسم الدين خطفون الحرامية باسم الدين خطفون الحرامية يا شعب النواب هزيلة باسم الدين خطفون الحرامية باسم الدين خطفون الحرامية خطفون الحرامية باسم الدين خطفون الحرامية لو من العراق تقول فطرية باسم الدين خطفون الحرامية خطفون الحرامية الوطن خلوها تركية باسم خطفون الحرامية خطفون الحرامية خطفون الحرامية حلمك يا شعب النواب هدية باسم الدين خطفون الحرامية إنيشية الحكومة تعذبت بي باسم الدين خطفون الحرامية إنيشية الحكومة تعذبت بي باسم الدين خطفون الحرامية ما عدنا وطن خلوها تركية باسم الدين خطفون الحرامية مدني السبحة وقصة مشوية باسم الدين خطفون الحرامية منري السبحة وقصة مشوية وباسم الدين خطفون الحرامية وين البلد رايح وين تالية باسم الدين خطفون الحرامية آلاف الشباب تموت يومية باسم الدين خطفون الحرامية آلاف الشباب تموت يومية باسم الدين خطفون الحرامية لو من العراق تقول فصلية وباسم الدين خطفون الحرامية قانون اللي يخلي المرأة مسبية وباسم الدين خطفون الحرامية قانون اللي يخلي المرأة مسبية وباسم الدين خطفون الحرامية وين البلد رايح وين تالية باسم الدين خطفون الحرامية آلاف الشباب تموت يومية باسم الدين خطفون الحرامية 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 Thank you.
ورجع نحكي يا بدعم قال امسك ما لي اي علاقه بك هاي عندنا اوامر احنا لا يطلب دعم ولا في انتظار انه جاي يحاربونا بالاكيد فازر نصف جاي لا متريقين ولا متغدين ما يصير متغدين متعشى متريق مقدس والله الدعم بالساحة التحرير هذا الوقت دعم قليل مو دعم هواي أهالي بغداد ما يجون المتظاهرين قليل يجون ظلوا الناشدهم يحضرون للساحة التحرير من أجل يعني من أجل هيبة المظاهرات وإنهاء الفساد دخلت رموز دخلت أحزاب بهاي المظاهرات من يعني ظلوا يقتلون بالعالم نحكي الواقع أنا أكثر من مرة إجاني تهديد وموجود المي الأكل الملابس الدقائر هي هاي اللي نحتاجها فقط ما نحتاج شيء غير والمواد الطبية لأن هسه هواي أكو بيها قاعد تصوب بالكسريات قاعد الجيش هواي يستخدم الكسرية هي هاي المصيبة ليش ما ندري وكله بالعين هو الأكل المي المواد الطبية نحتاجها الملابس ما موجودة يعني قليل قاعد تجي ملابس والله هاي ملابس من يعني جاي محافظتها أربع أشهر بهذني تواجد الناس يعني قليل مو ليت بس هو نقول الحمد لله نعمل بس شو نسوي هاي نبقى صامتين ونبقى صامدين الدعم بالساحة حاليا كلش قليل الزخم مو ذاك الزخم اللي نسمه له خصوصا اليوم جمعة الآن طلاب الأقسام الداخلية دخلت للساحة انطتها زخم انطتها دعم اكو حملة اسمها ما نرجع عيب من الشهداء أرجو إعادة الدعم والزخم إلى ساحات ساحات التحرير وكل ساحات الاحتجاج الساحات والثورة بحاجة إلى كل شاب يكون بيها العراقيين الآن في مرحلة مصيرية هاي أحزاب الفساد استهانت بدم 700 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح لازم الشباب والشعب يوقف إيد وحدة ضد هذول الفاسدين وضد هذا الاستهانة بدم الشهداء والاستهانة بالثورة وشبابها الثورة باقية ومستمرة وما ترجع هاي الشباب إلا بعد إطاحة بآخر فاسد بهاي الحكومة الحقيقة الدعم المواد الغذائية جدا قليل إضافة إلى هاي نحتاج إلى مواد طبية لأنه الإصابات تصير عندنا يومية تقريبا أكثر من 80 حالة إصابة بالصدشم الطشاري فنحتاج معقمات نحتاج باندجات نحتاج غازات نحتاج هواي أدوات طبية إضافة إلى المواد الغذائية كلش قليلة المي كلش قليل النورمال اللي يتعالج بالغاز المسيل للدموع فكل هاي حاليا جدا شحيحة في ساحة التحرير ودائما ساحة التحرير كانت عامرة بهاي الشغلات لكن حاليا الدعم قل والتضييق على المتظاهرين من قبل الحكومة بعدم دخول هاي المواد إلها أتصور يجب على الشعب العراقي الوقوف مع أبناء الثوار لدعم ثورتهم وأتمنى أنه يزيد الزخم بالساحات أهالي بغداد أنتوا أهل الغيرة أنتوا النشامة من يوم 1/10 كنتوا أنتوا السباقين بهاي الثورة ومشهودة لكم لازم نعيد هاي الثورة إلى مسار الحقيقي رجاء الرجاء التواجد يوم 25 بالساحة ومذهب الزخم بكل الأيام بس يوم 25 بالخصوص رفع الأعلام أريد بغداد يوم 25/2
كلها عبارة عن أعلام عراقية، المدارس، الساحات، المطاعم، الأسواق، البيوت، البنايات، المصارف، كل البنايات أتمنى يكون عليها الشعب العراقي دعماً لهاي الشباب ودعماً للثورة. طبعاً هي الانتفاضة مستمرة والأعداد في تزايد، وحتى وأن بعض نسمع أنه بدأت الأعداد تقل لكن هذا شيء ما موجود، وخاصة هسه عطلة والطلبة تشوفهم دائماً. أكو يعني بعض ما يقال أنه بدأ الدعم يقل من ناحية المواد الغذائية أو المواد الطبية أو السوائل كالماء، هي ليست يعني مو قلت وإنما نتيجة لأمور حدثت داخل الساحة أو القمع اللي دا يصير بدأ يعني أمور دا تقل، بس ما أشوفها بديش الصورة يعني اللي قال. مع ذلك احنا نهيب يعني باخواننا وعوائلنا العراقيه، اقلها هسه راح يجينا على ابواب صيف يمكن نحتاج الى يعني الماء للثوار. طبعا وبنفس الوقت احب اقول يعني احنا دائما نلاحظ هناك عدد كبير يعني من سكنه بغداد نشوفهم واقفين على جسر الجادريه او على الكوفيات، ولا كان احنا يعني عندنا انتفاضه. طبعا هاي مو مظاهره، هي احنا انتفاضه وعلى ابواب ثوره، يعني لان ما ممكن تقف هذه الثوره. فنعيد ونكرر بانه الدعم يعني من عوائلنا اللي اقول النشامه والبعض المتمكنين انه يدعمون الساحة، اذا هو ما يقدر يجي فخلي يكون دعمه، فهذا مشاركة في الانتفاضة وبارك الله بهم. طبعا احنا عندنا موضوع ثاني اذا تحب يعني نحكي به، سيقبل على الابواب 8 مارس اللي هو يوم المرأة العالمي، فاحنا ان شاء الله من خلالكم ندعو لكل النساء العراقيات ومع الاختلاف بالقومية حتى بالأحزاب حتى بالتيارات، يعني كل امرأة عراقية المفروض تتواجد في هذا اليوم، وستكون هناك مسيرة كبيرة وحاشدة، ونحن الآن نهيئ للعبور نحو جسر الجمهورية، ليس لإجراء انقلاب أو ما يفهمونه، لكن إحنا نريد نوصل للعالم أنه المرأة العراقية تستطيع أن تصل إلى عمق وعقر دار الحكومة، ونثبت لهم بأن المرأة العراقية هي عنوان الشرف، هي عنوان النضال، هي من ستقود هذه الثورة. يعني حبايبنا اللي سمعنا ومن ساحة التحرير، أريد من عندكم الدعم، وإن شاء الله أريد إيد واحدة وقلب واحد، وأريدكم ويانا، وهاي الأيام أيام عطلة، وندري بيكم اللي ملتهي بدوامه واللي ملتهي بعمله واللي ملتهي بمحل أو بشغلة تهمه، بس أريدكم ويانا لو كل 3 أيام 4 تجون ونبقى صوت واحد وإيد واحدة، لأن دعمنا مو مثل قبل قل، والبركة بيكم يا أهلنا يا أخوتنا يا شبابنا يا أمهاتنا يا خواتنا يا بناتنا، أريد صوت، أريدكم ويانا، وإحنا من جاي نطلع مو بس لنفسنا، إلكم وإنا وللشباب، ودم الشهداء إن شاء الله ما يروح هدر، إذا وقفتنا وقفتكم إن شاء الله حلوة، وندعي من الله وأهل البيت أن ينصرنا وينصركم ويشيل هاي الغمة من هاي الأمة، آمين رب العالمين. والله مو دعمنا مو مثل قبل، دعمنا قل، لا مي لا أكل لا شرب لا طحين لا مواد، لا يعني أبسط شيء المصاب إذا أريد نداوي ماكو دواء، يعني الدعم قل كلش، فنطلب من عندهم أن يدعمونا بأكل بدواء بشرب اللي يقدرون عليه اللي يقدرون عليه، حي الله أهلنا، وفدوة أروح لهم فدوة أروح لهم يسمعون صوتي. يلا لا تجون عم دعموا
هاي الشهادة راحت من البداية، طلعت يوم 25 وهاي العالم. هسه أنا بالسعدون، هسه هذا المكان البيج قد ما يتعارف، بس فهموني وعد عبالكم ننسى، ترى احنا طلعنا على مود قضية. ليش هالبرود؟ بعد باع أنا قمت أنشر، شن تنشر على الدعم، شان كلهم يدخلون لدعم هاك هاك هاك. هسه يعني بهاي الفترة يعني كوم عندنا مصابين، كوم عندنا جرحى، أكل أكل ماكو، والله مساع أفتر بس أريد أكل شيء ماكو. يا بدعموني رحمة الوالديكم. والله هسه يعني هسه حاليا أكو ضرب على الخلاني، فنحتاج يعني شغلات تسع في العالم، باندج، كمامات، أي شيء يعني يساعد العالم. أكل ماكو أكل ترى، من الأخير ماكو أكل. بعدنا على أحد الفاصولية، عم أحد الفاصولية سلام ماكو خلاني. المهم دعمونا رحمة الوالديكم، ترى كلش تأذينا. بالنسبة للتعب يعني إحنا ما نواجه تعب بقد ما نواجه تعب نفسي، بقد ما نشوف الناس اللي تحولت ضدنا، من تسقيط، من نشر إشاعات. إحنا بالنسبة للتعب موجودين بالساحة وصامدين وما نتعب، ما طول إحنا طالعين على حقنا وعلى ما نتعب. بس بالنسبة قلت لك هو تعب نفسي، صار تعب نفسي. تشوف على مواقع التواصل تسقيط، وين ما تروح يعني خارج ساحة التحرير تلقى الناس تحكي ضدك، يقول كافي ما ملة وما أعرف شنو، ما ولا كأنه إحنا طالعين للعراق كله. كل شيء يعني نحتاج المستلزمات الطبية، الغذاء، كل شيء نحتاج. هذا اللي كانت موجودة ببداية التظاهرات افتقدناها حاليا. نتمنى انه ما يخذلونا ويوقفون ويانا، يعني حتى اذا ما تقدر تجي ساندنا ببوست بمعنوي كل شيء. حرب اعلامية هي. احنا محتاجين بالمظاهرات الدعم اللوجستي للأدوات الطبية للإسعافات الأولية. احنا يومياً ننطي 80-90 جريح، يعني هذول كلهم يحتاج لهم هواي إسعافات أولية. قل الإسعافات الأولية، قلت المواد الغذائية، قلت. احنا مقبلين على الصيف، زين احنا طلعتنا مو بس واحد كم واحد، احنا كل جمعة كل أحد يصير عندنا مظاهرات طلابية مليونية. أيضاً يحتاج لهم أكل، أيضاً يحتاج لهم ماي، واللي بيهم يروح يعني خلانا يصاب او ينجرح. فيعني نحن محتاجين اسعافات اوليه، محتاجين مواد غذائيه، ماي. اهالي بغداد يعني قد ما يقدرون بغيرتهم، احنا كنا ابنائهم اولادهم احفادهم، انه يدعمونا ماديا واسعافات اوليه ومواد غذائيه. وجودهم كافي، وجودهم ويانا كافي، يحيون الثوره. احنا مستمرين وظالين وخيم مصوبه والحمد لله، لأن الثورة ما طلعت بواحد واثنين، احنا طلعنا كنا متفقين على حب الوطن، واللي من عندنا راح شهيد ما يضيع دمه. بالنسبة للمتظاهرين كثوار احنا نحكي لك، الدعم قل، مو بكثرة وكان دعم لوجستي قوي، كان العالم تجينا زخم قوي. بالنسبة لجسر الجمهورية حاليا، أنا بجسر الجمهوري يعني دعم كل شغل، مو شلون ما كان، حتى الشباب قلت. احنا أمنا بشبابنا الطيبين الوطنيين، ثورتهم قائمة للفين، ناجي للفين، إن شاء الله يقومون الثورة مرة ثانية، رجعونها ونهضة قوية إن شاء الله. لأن أمنا إحنا بالعطلة المدرسية، هسه حالياً عطلة مدرسية، إن شاء الله يتقدمون الطلاب بصورة أفضل. بالنسبة للدعم اللي حكيت عليه قل كلش، مو شلون ما كان قل، يعني ماكو دعم قوي. كان يجون مي المسعفين، دكاترة، أطباء، هسه ماكو يعني قل. نعم بالنسبة لساحة الثورة، ساحة الخلاني وجسر السنك قالوا فتحوها هسه حاليا، هو مفتوح بس قاعد يتقدمون علينا على النفق، يعني هواي بشكل يطيحون شباب، وقاعد نحتاج يعني مي، نحتاج دكاترة، نحتاج يعني كل شيء دعم لازم نحتاج. يعني اوجه لهم رسالة، اقول لهم ثورتكم قائمة ان شاء الله
وبعزم الطلاب وبعزم الشباب الثوار إن شاء الله نقوم الثورة وننتصر على الأعداء. والله خالو دعم ماكو، مواد غذائية ماكو، لا شرب لا أكل. الجريح اللي يجينا كل يومية احنا تقريبا باليوم انه 80 جريح او اكثر، انه جاي منا انه ما عندنا علاج، انه جاي نشتغل انه كمريض، انه جاي نحاول انه مستشفيات. فنتمنى من كل اهالي بغداد، اهالي المحافظات كلها، انه لا يقصرون ويانا بالدعم، لان هذا الشيء احنا طالعين انه على مود من نريد نضحي باشياء. فنطلب من اهالي بغداد رجاء 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 انه الدعم اهم شيء، الدعم اهم شيء، لان ما نريد انه دم الشهداء يروح خالي ببلاش. والله يا ابي دعم ماكو زين، يعني بالبدايه كان اكو اللي اكل كان مزبل بالقاع، هسه مي حتى مي حتى نريد نشرب والله قاعد نشرب البوري مي ماكو زين. هاي احنا ندبر شلون ما كان الموجوده نجيبها نسوي دعم ماكو، يعني لو بس يجيبونا مسواق احنا هسه دي ساعه زيت احنا شرينا من عندنا من جبنا ماكو، خلي بس عاد يجيبونا مسواق احنا ما نريد يعطونا فلوس بس يساعدوا زين. خطي المن طالعين ذول الولد المن طالعين، ترى مو كل واحد طالع لنفسه طالع للكل. والله شويه يوقفون ويا اخوتهم ويا ولدهم، لازم يوقفون ويانا لان احنا بعد ما يعني اللي عندنا كله خلاص، يعني كل واحد اللي جاي من محافظات خطيه الفلوس اللي عندهم خلصت، مو مثل قبل يعني ابدا ماكو، يعني قلت لك لا مي لا مسواق. والله اني هل تشوفني مره علقت حالي ده خلص منها بثمانية اروح ابيع كريس، اظل للدعى 12 والصبح السواق واجي لهنا انا، يعني عاد بس يعني الناس ماذا اشوف تعشوا حتى ما حد يطبخ، ترى بس انا وذيك الخيمه ونبات ماكو، نبات من نضطر نضل قاعدين ما نطبخ. خطي والله العظيم نبات يجوني خطي كاثر من الجوع، اسالهم اي شيء كان اللي اقدر عليه فلافل شوف شنو اسوي لهم، هاي المهم ما اخليهم جوع، نبات شوربه خطي اسوي لهم والله وزعت شوربه بدون خبز. هنا احنا بساحة التحرير كان يجينا دعم حقيقة من اخواننا واهلنا اهل بغداد والشرفاء والناس الاصلاء، وكان يجي من السيارات تفوت السيارة ويفوت التكتك يجيب لنا دعم ويجي. بس اليوم لو تفتر اكو شيء غريب صار بالساحة، صار كم يوم دعم ماكو. هنا الشوارع كلها سددت، ابو الدعم ما يفوت، هاي بصف البتاوين ادز على مسواق ابو التكتك ما يقدر من البتاوين للنفق يصعدون، فهاي المشكله اللي جاي تصير عندنا هنا بالساحه. الدعم قال اخواننا اهل بغداد طلعوا هنا يقول لك اكرام الميت دفنه، الشيء شنو اكرامه؟ انه تستمر الثوره مالته وتنجح ثورته، هاي ثوره الشهيد بعد صارت، سمت ثوره الشهيد بعد اليوم احنا، اليوم عندنا شهداء، اليوم احنا ما نقدر نرجع. يعني انا ارجع اسبين بنفسي اذا افكر ارجع اقول هاي تعبت مليت صار لي 4 اشهر، بس افكر اقول هذا اللي مات شلون؟ اللي ضحى بشبابه شلون؟ لا والله سنه سنتين من عمرنا تضيع ونظل مستمرين، 10 سنين من عمرنا خل تضيع وهو العمر كله ضاع، خليه يضيع في دول، المهم ابنائنا من يطلعون يطلعون ان شاء الله على وطن صاحي، عندنا وطن. هذا اللي اقدر اقدمه ورسالتي الى اهالي بغداد، اطلعوا على المواكب، بارك الله بكم وعليكم، اطلعوا على المواكب، اعطوهم دعم، الله يحفظكم. أنتوا دعم المواكبنا
يعني الحمد لله وشكرا. احنا هسه كم موكب فعالات، بس اكو مواكب هوايه خطيه ما يوصلهم دعم، اعطوهم دعم. هاي الرسالة اللي يوجهها الشعب العراقي. الدعم في ساحة التحرير قل، والسبب الأساسي هو الجهات الأمنية، القوات الأمنية جاي تحارب بينا. نجيب مواد، سيارة تك تك كي حمل نحط بيها مواد، نقول لها هاي دعم وأكل. إحنا مواكب عندنا يقول مطب يعذرنا، عنده أوامر من قيادة عمليات بغداد، أرجع فر السيارة وارجع. نحكي وياه يابا دعم، قال ارجع ما لي أي علاقة بك، هاي عندنا أوامر إحنا، لا يطب دعم ولا أكل. المتظاهرين إنه جاي يحاربونا بالأكل، يعني نصبح لحد هسه لا متريقين ولا متغدين، وهسه يلا منتظرين راح نتعشى ونتريق ونتغدى سوية. هاي جاي يحاربون الحكومه واهل بغداد، تعالوا طلعوا ساندونا، ترى جاي يحاربون القوات الامنيه، يحاربون بالاكل، لا يخلون اكل يطوب، لا مي، لا ما اعرف شنو، يعني توقع اكل قمنا نشتري من المطاعم لهنا، ما يخلون اكل يطوب لنا. والسيارات من هناك يرجعون بها، ارجع لا مظاهرات ولا شيء، قاطعين طريق. والحمامات اللي مسويهم فلشوهن بالدرابين، مسويين حمامات و مغاسل وهاي صحيات، فلشون يقولون هاي هنا بالشارع ماكو، مع الدولة لا حمامات ولا شيء. والله ماكو دعم، ويعني احنا مو جايين على مديعتي، احنا جايين على قضية وطن، وماكو دعم. ومن ما يقدر يطلع للمتظاهر يدز مواد غذائية، يدز مساعدات للجرحى، شوف يعني ظروف الناس شنو، يطلع شوية للساحة يجي شنو النقص، شنو يردون المحتاجين. يعني ليش احنا يعني اقل من المحافظات؟ ليش المحافظات هيك عندهم دعم؟ وهل بغداد اكثر مركز المدينه؟ يعني احنا كل مركز المدينه هنا المفروض هم اكثر اهل بغداد دعم، طالعين هوايه، ماكو، ما دا اشوف عني. ليش ما اعرف شنو السبب، ليش هيك؟ هو احنا جايين على مو شخص واحد، احنا جايين على وطننا. اذا احنا ما نوقف الوطننا، من يوقف الوطننا؟ والله حاليا صار تقريبا اكثر من 10 ايام دعم ما جاي يوصل للساحه، ما جاء يوصل ابد. شو اسمه نحاكي الحرس يطببونا دعم، يخلونا نطب، لان يجون امر من قياده عمليات بغداد يدعم بساحه التحرير. والله وصل رساله لاهالي بغداد جميعا، وخصوصا الشباب اللي يتوجهون ساحات الاعتصاب، لان طالب بحقك وبحق المواطنين شرفاء. والله احنا تجينا مواد غذائيه، بدل يعني نحتاج مواد غذائيه نريد نطبخ نوزع، يعني لحد الان من الصبح لهسه اول وجبه راح يطبخون العالم ويوزعون، لان ماكو مواد، ماكو اصلا مواد غذائيه، ماكو، ما جاء يوصل ابد ساحه التحرير مواد. مستلزمات الطبيه يعني عندنا مفارز هنا بساحه التحرير يحتاجون مستلزمات طبيه. اول شيء الدعم قل، ثاني شيء المظاهرات دا شوي شوي تقل بسبب التهديدات من بعض الاحزاب والميليشيات، ثاني شيء نطلب من اهل بغداد التحاق بينا ودعمهم لنا من اكل، من مي، من اي شيء يقدرون يساعدونا، لان يعني حاليا احنا في حاله جفاف، يعني اغلب شيء المي، هذا اللي مي ماكو، احنا بدنا نشتري على حسابنا، الاكل ماكو منقطع، واقل شيء اقل شيء يعني مساعدات توقفت، اذا تجينا كل 3 ايام او 4 ايام تجينا بالمره ما تكفي، واقل شيء نريده من يمهم يساعدون، اقل شيء هذا نطلبه. احنا طالعين هنا صالح، مو بس انه يعني هم لهم كلهم، احنا نريد تغيير جميع الشعب العراقي، لا حد يقول جوكري، احنا ناس مسالمين الحمد لله، باقيين مسالمين.